في البدء كانت الكلمة، وفي الأخير تكون الكاميرا. والرصاصة مهما حققت نصرا غادرا ضد الكلمة والكاميرا، فإنها تموت وتنتهي بمجرد إطلاقها. الأستاذ مبارك حمد العبادي ليس إلا واحدا من شهود الحقيقة وشهدائها. في بلد تعيش فيه الساحة الإعلامية والصحفية أسوأ مراحل حياتها وأحلك أيامها سوادا، عرف العبادي بمهنيته وعشقه الجارف للكلمة والحقيقة. وفي زمن يتوارى فيه الكثير من الإعلاميين والصحفيين خلف جدران الحذر، كان العبادي على خط النار دائما. استشهد مبارك العبادي بقذائف الميليشيا الانقلابية أثناء تغطيته لمعارك الغيل في محافظة الجوف، وهو في قلب الحدث ووسط المعمعة. هو واحد من عشرات الصحفيين ينتمون إلى اليمن الكبير قبل انتمائهم للتجمع اليمني للإصلاح، الحزب الذي انحاز للوطن ودفع ثمن هذا الانحياز باهظا بالعشرات من الشهداء الإعلاميين والمئات من أصحاب الرأي والأقلام المعتقلين في سجون الميليشيا حتى اللحظة. قناة سهيل لم تكن بعيدا عن الاستهداف الممنهج من قبل الميليشيا الانقلابية، فبعد ساعات من سيطرتهم على صنعاء اقتحم مسلحون حوثيون مقر قناة سهيل الخاصة واستولوا على معداتها وأوقفوا البث، ولا تزال سهيل تحت سيطرة الميليشيا إلى الآن. تعرضت سهيل للحرق والقصف والتدمير واعتقل صحفيوها، وما زال الزميل صلاح القاعد في سجون الميليشيا، كما استخدمت الميليشيا الزميل الشهيد يوسف العيزري مراسل قناة سهيل في ذمار درعا بشريا. سهيل وهي تنعي الزميل العبادي تجدد مطالبتها بحماية الصحفيين، كل الصحفيين، والإفراج عن جميع المختطفين وفي مقدمتهم الإعلاميين، وإعادة المقرات المنهوبة وفي مقدمتها مقر قناة سهيل في العاصمة صنعاء. اليوم تواجد المعارك في جبهة سدريل. مراسلنا في الجوف مبارك العبادي. انتهاك في الجانب القتل والاختطاف والإصابة والنهب، تفجير بعض المنشآت، اقتحام المؤسسات المدنية.